أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نصيب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تحدث في الخطبة السابقة عن غزوة الأحزاب أنه كيف تسبب نقض عهد يهود خيبر وبخضهم في اعداد جيش من الكفار للهجوم على المسلمين بهدف القضاء عليهم وتفصيلها ورد في التاريخ على النحو التالي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سليطا وسفيان بن عوف الاسلمي طليعه يوم الاحزاب فخرجا حتى اذا كانا بالبيداء التفت عليهما خيل لابي سفيان والبيضاء سهل بين مكه والمدينه وراء ذي الحليفه وذو الحليفه على مسافه سته الى سبعه اميال من المدينه وقعت عليهما نظره العدو فقاتلا حتى قتلا فأُتي بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنا في قبر واحد. حين تقرر حفر الخندق ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا له ومعه عدة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فارتاد موضعا ينزله فكان أعجب المنازل إليه ان يجعل سلعا الجبل خلف ظهره ويخندق من المذاد الى ذباب الى راتج المذاد مكان في المدينه بالقرب من جبل سلع والذباب اسم جبل قريب من المدينه وراتج احد حصون المدينه وكان حصن اليهود وقيل راتج جبل صغير يقع في شرق ذباب فيومئذ بدأ عمل الخندق واستعار المسلمون من بني قريظة آلة كثيرة من مساحي وكرازين ومكاتل للحفر ووكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جانب من الخندق قوما يحفرونه وقسم الصحابة إلى مجموعات من عشرة فقطع لكل عشره اربعين ذراعا وحفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ايضا وحمل التراب على ظهره حتى ان الغبار على ظهره وكان من فرغ من المسلمين من حصته عاد الى غيره فاعانه حتى اكتمل الخندق ما كانوا يجلسون بعد انهاء عملهم بل كانوا يعينون الاخرين ولم يتاخر عن العمل في الخندق احد من المسلمين وكان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ينقلان التراب في ثيابهما اذا لم يجدا مكاتل كانا ينقلان التراب في الرداء وقد بيّن حضرة مرز بشير احمد رضي الله عنه ايضا تفصيله يقول كان من الصعب على الكفار اخفاء تحركات الجيش بهذا الحجم الكبير وكان نظام التجسس للنبي صلى الله عليه وسلم قويا للغايه فما ان خرج جيش قريش من مكه حتى وصلت اخبارهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابه للتشاور في الامر وكان من بين الحاضرين في هذه المشوره الصحابي المخلص سلمان الفارسي رضي الله عنه ولان سلمان الفارسي كان يعرف اساليب القتال الاعجميه اي الاساليب غير العربيه اقترح حفر خندق طويل وعميق امام الجزء غير المحمي من المدينه لحمايه انفسهم كانت فكره الخندق جديده تماما بالنسبه للعرب لكن عندما علموا ان هذا الاسلوب في القتال كان شائعا وناجحا في بلاد العجم، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح. وقد ذكرت في الخطبه السابقه ان الله تعالى ايضا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصحه هذا الطريق. على اي حال كتب: لان المدينه كانت محميه الى حد ما من ثلاث جهات بسبب الجدران المتصله للمنازل. وسلاسل الاشجار الكثيفه والصخور كانت هذه الجوانب محميه من الهجوم المفاجئ لجيش الكفار وكان الجانب الشامي فقط هو الذي يمكن للعدو ان يهاجم المدينه من خلاله لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق في هذا الجانب غير المحمي وقام شخصيا بوضع العلامات على الموقع تحت اشرافه وقسم الخندق الى اجزاء طول كل منها عشرة أذرع أي حوالي خمسة عشر قدما وفقا لمبدأ تقسيم العمل وعاهد بكل جزء إلى عشرة من الصحابة في توزيع الصحابة بين هذه المجموعات ظهر خلاف لطيف حول أي مجموعة ينبغي أن ينضم إليها سلمان الفارسي رضي الله عنه كل مجموعة أرادت أن ينضم سلمان الفارسي إليها هل يجب اعتباره من المهاجرين ام من الانصار لانه كان في المدينه قبل مجيء الاسلام ولان سلمان كان المحرك لهذا الاسلوب في القتال وكان ايضا رجلا نشيطا وقويا رغم تقدمه في السن اراد كل فريق ان يضمه الى صفوفه اخيرا عرض هذا الخلاف على النبي صلى الله عليه وسلم فاستمع الى دعاوى الطرفين وبعد ان سمع ما قدمه كل منهما ابتسم وقال سلمان ليس من اي من الفريقين لا من المهاجرين ولا من الانصار بل سلمان منا اهل البيت منذ ذلك الحين نال سلمان هذا الشرف بان اصبح يعتبر كاحد افراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم باختصار بعد الاتفاق على فكره الخندق خرجت جماعه الصحابه الى ميدان المعركه مرتدين ملابس العمال لم تكن عمليه الحفر سهله بل كانت مهمه صعبه للغايه وكان الموسم شتاء مما جعل الصحابه يعانون مشقه شديده في تلك الايام ولان جميع الاعمال الاخرى كانت متوقفه تماما فان اولئك الذين كانوا يعتمدون على الكسب اليومي لطعامهم وكان هناك العديد من هؤلاء بين الصحابه عانوا ايضا من الجوع والحرمان في تلك الايام ولان الصحابه لم يكن لديهم خدم او عبيد كان على جميع الصحابه العمل بايديهم قامت المجموعات المكونه من عشره افراد بتقسيم العمل الداخلي بحيث كان بعض الرجال يحفرون بينما كان آخرون يملؤون السلال بالتراب والحجارة المحفورة ويحملونها على أكتافهم لرميها خارجًا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي معظم وقته بالقرب من الخندق، وفي كثير من الأحيان كان يشارك الصحابة في الحفر ونقل التراب. اثناء حفر الخندق كانت تتلى الابيات الشعريه ايضا للحفاظ على الروح المعنويه وفي تفصيل ذلك يروى عن سهل بن سعد وانس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الينا ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على اكتافنا فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما باصحابه من النصب والجوع قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره فاجاب الصحابه رضي الله عنهم بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب وقد وارى الغبار جلد بطنه الشريف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز برز عبد الله بن رواحة يقول والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك في حفر الخندق مع الصحابه فكان تاره يستخدم المعول وتاره يهيل التراب بالمجرفه وتاره يحمل التراب في السله في احد الايام تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا فجلس ثم استند على حجر بجانبه الايسر وغلبه النعاس فوقف ابو بكر وعمر رضي الله عنهما عند راسه يمنعان الناس من المرور بالقرب منه حتى لا يوقظوه وعندما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قليل نهض بسرعه وقال لماذا لم توقظوني ثم اخذ الفاس الكبيره وبدا يضربها على الارض اي استانف العمل كان الصحابه ينسون تعبهم ومشقتهم نتيجه مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم وبركه دعواته فمن جهه كانوا ينشدون الشعر الطيب ومن جهه اخرى كان المزاح الخفيف يستمر بينهم فمره نام زيد بن ثابت وكان شابا يافعا داخل الخندق اثناء الحفر فاخذ احد رفاقه ادواته مازحا وعندما استيقظ اضطرب لعدم وجود ادواته بدا الاخرون يستمتعون بقلقه فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد يا غلام نمت حتى لم تنتبه الى ادواتك وفي روايه اخرى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الى زيد وقال مبتسما يا ابا رقاد يعني يا كثير النوم ففي الوقت نفسه صحح هذا النوع من المزاح بحكمه وسال عمن لديه ادوات زيت فقال احدهم يا رسول الله هي عندي انا اخذتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويومئذ نهى صلى الله عليه وسلم من ان يروع المؤمن وان يؤخذ متاعه جادا او لاعبا وبفضل الجهد المتواصل للصحابه ليلا ونهارا وبركه دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم اكتمل حفر الخندق قام المسلمون بحفر الخندق وتحصينه تختلف الروايات حول المده التي استغرقه اكمال الخندق فقيل سته ايام او عشره ايام وقيل خمسه عشر يوما وقيل أيضا عشرون يوما وقيل شهرا والأكثر اتفاقا عليه هو خمسة عشر يوما وشهر. كان طول الخندق حوالي ستة آلاف متر أو ثلاثة أميال ونصف وعرضه تسعة أذرع وعمقه سبعة أذرع ويقال إن الذراع يساوي قدما ونصف وعليه فيكون العرض حوالي ثلاثة عشر إلى أربعة عشر قدما والعمق عشرة إلى أحد عشر قدما. ظل هذا الخندق الطويل والعريض موجوداً إلى قرون حتى اختفى تدريجياً بسبب التدفق المستمر لمياه وادي بطحان وتآكله. بطحان هو أحد الأودية الثلاثة المشهورة في المدينة، والواديان الآخران هما العقيق ووادي القنا. قام بعض الناس بردم أجزاء من الخندق لإنشاء طرق للعبور، وامتلأت الأجزاء المتبقية بترسبات الوادي. المراد من الترسبات هنا هو الاتربة التي تهيلها المياه القادمة من النهر نتيجة الامطار. يكتب مؤرخ المدينة الشهير في القرن السادس الهجري الحافظ ابن النجار ما معناه: اما الخندق فهو لا يزال موجودا في عصرنا، لكنه اتخذ شكل قناة وانهارت جدرانه في اماكن كثيرة، ونمت اعداد كبيرة من اشجار النخيل داخله. ويكتب احد المؤلفين في القرن التاسع الهجري انه لم يتبقى اليوم شيء من هذا الخندق الا انه بقي قائما الى سته قرون ويقول لم تبق له اثار في القرن التاسع الا ان موقعه يمكن تحديده من خلال قناه التي هي جزء من وادي بطحان ويجري في مكانه لقد ورد أنه على الرغم من أن هذه الأيام في المدينة كانت مليئة بالخوف والقلق، وبدأ المنافقون في العودة إلى أماكنهم ومنازلهم بذرائع مختلفة، ولكن حماس الصحابة وعزيمتهم بوجه عام كانت جديرة بالمشاهدة. كان الأطفال والنساء أيضاً في طليعة من يشجعونهم ويساعدونهم. كما نرى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً واقفات كالابطال بشجاعه وعزم الى جانب النبي الكريم في هذه الساعه العصيبه. وبما ان الخندق كان يحفر خارج المدينه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي معظم وقته هناك وتم نقل نساء المدينه واطفالها الى بعض القلاع المحصنه في المدينه فكانت السيده عائشه تاتي احيانا الى النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى لبضعه ايام ثم تاتي ام سلمه لبضعه ايام ثم زينب لبضعه ايام. بينما كانت بقية الزوجات رضي الله عنهن في قلعة بني حارثة المحصنة، وقيل إن الزوجات كن في قلعة نصر لبني زريق، وقيل إن بعضهن كن في فارع. هذه روايات مختلفة، وفارع كان حصن حسان بن ثابت في المدينة. حدثت بعض المعجزات أثناء حفر الخندق، ومن بينها حادثة الصخرة التي لم تنكسر أثناء الحفر. تروي الرواية أنه في أثناء حفر الخندق، واجه الصحابة منطقة صلبة وصخرية، وعجزوا عن حفرها رغم جهودهم الشديدة. أخيرا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه. فاخذ صلى الله عليه وسلم المعول وضرب تلك المنطقه فتفتتت الصخره كالرمل وفي روايه اخرى طلب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الماء ووضع فيه من ريقه ثم دعا الله تعالى ورش هذا الماء على الارض الصخريه يقول بعض الصحابه الذين كانوا حاضرين انذاك والذي بعث محمدا بالحق ما ان وقع الماء حتى لانت الارض وصارت كالرمل ففي هذه الواقعه ذكر صب الماء وهناك حادثه اخرى تروي ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح الملوك في المستقبل ففي وقت اخر حدث ان صخره غلظت على سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المعول من يده، فضربها ضربة برقت منها برقة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، فانصدع جزء منها. ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، وبرق منها برقة، وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصدع جزء آخر منها. ثم ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة فكسرها وبرق منها برقة وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة أيضاً كل مرة. فقال له سلمان يا رسول الله كلما ضربت صخرة لمعت برقة منها وكبرت فقال له صلى الله عليه وسلم فهل رأيت البرقة؟ فقال: نعم يا رسول الله قد رأيتها أنا أيضاً. فقال: حين ضربت ضربتي الأولى وظهر برق، أريت قصور الحيرة وكسرى، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. وفي الضربة الثانية أريت قصور الحمر من أرض الروم، وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها. وحين ظهر البرق مره ثالثه اريت قصور صنعاء فاخبرني جبريل عليه السلام ان امتي ظاهره عليها ايضا فابشروا فقالوا الحمد لله موعود صادق بان الله وعدنا النصر بعد الحصر ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف لسلمان فقال سلمان صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صفته اشهد انك رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هذه فتوح يفتحها الله تعالى بعدي لتفتحن الشام ويهرب هرقل الى اقصى مملكته وتظهرون على الشام فلا ينازعكم احد وليفتحن هذا المشرق ويقتل كسرى فلا يكون كسرى بعده فازداد المؤمنون ايمانا بهذه البشرى العظيمه التي كانت مستحيله في ظاهر الامر في عالم المصيبه والمسكنه والفزع ذلك

وازدادت بشاشتهم لكن المنافقين بداوا يسخرون من ذلك كثيرا وقالوا للمسلمين ان محمدا صلى الله عليه وسلم يخبركم انه يبصر من يثرب قصور الحيره ومدائن كسرى وانكم ستفتحونها وانتم تحفرون الخندق دفاعا عنكم ولا تستطيعون ان تبرزوا فانزل الله تبارك وتعالى الايه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لكن الناس رأوا أن كل هذه المدائن والقصور قد فتحت خلال بضع سنين في عهد سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وورثها هؤلاء المؤمنون العاجزون الجياع يقول سيدنا سلمان الفارسي اني قد رايت كل هذه الفتوح لقد ذكر سيدنا ميرزا بشير احمد رضي الله عنه ايضا حدث كسر الصخره والمعجزات الاخرى باسلوبه الخاص فقد كتب اثناء اعمال الحفر الشاقه والمرهقه ظهرت صخره تعذر كسرها باي طريقه وكان الصحابه يكاد يغمى عليهم لشده الجوع من ثلاثه ايام فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا وقالوا له هناك صخره عجزنا عن كسرها وكان صلى الله عليه وسلم قد عصب بطنه بحجر لشده الجوع الا انه انطلق معهم فورا واخذ المعول وضرب به تلك الصخره باسم الله فبوقع الحديد على الصخره لمعت منها برقه فكبر صلى الله عليه وسلم بصوت عال وقال قد اعطيت مفاتيح ملك الشام ووالله اني لارى الان بعيني قصورا حمرا من الشام فانكسرت الصخره قليلا ثم ضربها بالمعول ثانيه بسم الله فخرجت برقه فكبر الله وقال هذه المره اعطيت مفاتيح فارس واني ارى القصور البيضاء في المدائن فانكسر جزء اخر من الصخره ثم ضربها ثالثه بالمعول فخرجت برقه فكبر الله وقال اعطيت هذه المره مفاتيح اليمن ووالله إني لأرى الآن أبواب صنعاء فتحطمت الصخرة كلها وانهالت، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر كل مرة وذكر هذه الكشوف للصحابة لاحقا عند استفسارهم، وبعد زوال هذا العائق المؤقت انشغل المسلمون في أعمالهم من جديد، وكانت تلك المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الكشف. فكان الله في ساعه العسره تلك ارى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الفتوح والغنى ليولد في قلوب الصحابه بصيص امل وانتعاشا لكن الاوضاع في الظاهر كانت عسيره جدا حتى سخر منافقو المدينه من المسلمين اثر سماع تلك الوعود وقالوا لا يقدرون على الخروج من بيوتهم ويحلمون بفتح بلاد قيصر وكسرى لكن الله سبحانه وتعالى كان قد قدر في علمه كل هذه النعم للمسلمين فقد تحققت كل هذه الوعود في حينها اي بعضها في اواخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومعظمها في عهد الخلفاء فازداد بذلك المسلمون ايمانا وامتنانا لقد كتب عن ذلك سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه ايضا وقال وعندما كانت اعمال الحفر جاريه ظهرت صخرة تعذر كسرها، فأخبر الصحابة رسول الله عن ذلك، فحضر إلى المكان، وأخذ المعول وضرب به الصخرة بقوة، فلمع منها برق، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر! ثم ضرب الصخرة ثانية، ولمع منها البرق مرة أخرى، فقال: الله أكبر! ثم ضرب الصخرة ثالثة، ولمع منها البرق، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر! فتحطمت الصخره تماما ثم قال له الصحابه يا رسول الله لماذا كبرت ثلاث مرات فقال صلى الله عليه وسلم حين لمع البرق ثلاث مرات بوقع المعول على الصخره ففي المرات الثلاث اراني الله خريطه رقي الاسلام في المستقبل اذ قد اريت في المره الاولى قصور ملك الشام واعطيت مفاتيحها وفي المرة الثانية أريت قصورا بيضاء في المدائن، وأعطيت مفاتيح ملك فارس، وفي المرة الثالثة أريت أبواب صنعاء، وأعطيت مفاتيح مملكة اليمن، فثقوا بوعود الله سبحانه وتعالى، والعدو لا يقدر على أن يضركم شيئا. من المعجزات التي ظهرت في تلك الايام معجزة الطعام الذي صنعه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فوقعت فيه البركة، وبيان ذلك أن جابرا رضي الله عنه رأى في يوم من تلك الايام رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصب حجرا على بطنه من شدة الجوع، وكان الصحابة لم يذوقوا شيئا من الطعام منذ ثلاثة أيام، قال جابر: فاستاذنت رسول الله للذهاب الى البيت فاذن لي فجئت الى البيت وقلت لامراتي رايت النبي صلى الله عليه وسلم من الجوع الشديد ما كان في ذلك صبر فعندك شيء قالت عندي صاع من شعير والصاع اقل من كيلوين ونصف فقالت عندي صاع من شعير وجدي فاخرجت اناء الشعير وطحنته فذبحت الجديه حتى جعلنا اللحم في البرمة فقالت لي زوجتي الطعام قليل فاذهب وادع النبي صلى الله عليه وسلم في السر مخافة ان تفضحني امام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اي اني اخاف ان لا يكفي الطعام اناسا كثيرين قال جابر ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم وسررت وقلت تعيم لي فقم انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل او رجلان فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه واصابعي وقال: كم هو؟ فذكرت له فقال: كثير طيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب الى زوجتك وقل لها لا تنزع البرمه ولا تخبز حتى اتي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سؤرا اي وليمه فهلموا وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس فاصابني من الحياء ما الله اعلم به وقلت في نفسي قد جاء اناس كثيرون على صاع من شعير وعناق والله هذه هي الفضيحه فدخلت على امراتي وحكيت لها القصه كلها وقلت قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والانصار فقالت اصلحك الله الم اقل لك ان تخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السر قال جابر لقد قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لي تماما قالت هل انت دعوت الاخرين ام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم قال بل دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هذه السيده التي كانت اخلاصا متجسدا الله ورسوله اعلم ولا حاجه بنا للقلق هذا كان مستوى ايمان تلك السيده التي سبقت زوجها ايمانا واخلاصا عندها قال جابر رضي الله عنه ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتنا وقال كونوا عشره عشره اي قسم القادمين معه عشره عشره ثم ان زوجه جابر اخرجت العجين فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعابه ودعا بالبركه ثم وضع لعابه في القدر ودعا بالبركه ثم قال لنا اخبزوا الان وضعوا الطبيخ في الاناء ثم خمروا القدر ثم اخرجوا الخبز من التنور وخمروا الخبز ففعلنا كنا نخرج الطبيخ من القدر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخمره ثم يزيل عنه الغطاء وهكذا ولقد راينا انه لم ينقص من القدر شيء وكنا نخرج الخبز من التنور فكان يخمره فراينا انه لم ينقص منه شيء ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويقرب الى اصحابه ويقول كلوا فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا واذا شبعت جماعه ذهبوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم جماعه اخرى حتى اكل ذلك الطعام الف انسان وذهبوا جميعا ولا تزال قدرنا تفور كما هي ولا يزال عجيننا كما هو ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلوا هذا واهد للناس فقد اصابتهم مجاعه. لقد ذكر هذه الواقعه سيدنا ميرز بشير احمد رضي الله عنه ايضا فقال: احد الصحابه المخلصين جابر بن عبد الله راى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم اثار الضعف والارهاق ولشده الجوع فاستاذنه في الذهاب الى بيته ثم جاء الى بيته وقال لزوجته: ارى ان النبي صلى الله عليه وسلم يتالم كثيرا لشده الجوع فهل عندك شيء للاكل؟ فقالت نعم عندي قليل من طحين الشعير وخروف يقول جابر إني ذبحت الخروف وعجنت الطحين وقلت لزوجتي حضر الطعام، وأنا أذهب لأقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرفنا بمجيئه فقالت لي حذار أن تفضحني، إذ الطعام قليل، وينبغي ألا يأتي مع حضرته كثير من الناس يقول جابر اني ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له في الخفاء يا رسول الله عندي قليل من اللحم وعجين الشعير فطلبت من زوجتي ان تحضر الطعام فارجو ان تشرفنا برفقه عدد من الصحابه لنتناول الطعام فقال لي صلى الله عليه وسلم كم من الطعام عندك فقلت كذا وكذا فقال هو كثير ثم اجال نظره فيما حوله واعلن بصوت عال يا معشر الانصار والمهاجرين ان جابرا اعد لنا الطعام فتعالوا ناكل عنده فانطلق معه قرابه الف صحابي يكاد يغمى عليه لشده الجوع ثم قال لجابر اسرع الى بيتك وقل لزوجتك الا تنزل القدر من الموقد ولا تبدا الخبز ما لم احضر فاسرع جابر باخبار زوجته فارتبكت المسكينة بشدة قائلة: إن الطعام لا يكفي إلا لبضعة أشخاص، بينما يأتي كل هؤلاء الناس، فماذا سنفعل الآن؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ان وصل حتى دعا بكل طمأنينة على القدر وإناء الدقيق، ثم قال: ابدأوا الآن في خبز الأرغفة. بعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم في توزيع الطعام ببطء. يروي جابر رضي الله عنه قائلا: أقسم بالذي نفسي بيده. ان جميع الناس اكلوا حتى شبعوا من هذا الطعام نفسه وما زالت قدرنا تغلي والدقيق ما زال يخبز سأذكر بقية الأمور المتعلقة بغزوة الأحزاب في المستقبل إن شاء الله. أظل ألفت انتباهكم إلى الدعاء، فاهتموا بهذا الأمر كثيرا. زادنا الله إيمانا وحفظ كل أحمدي في كل مكان وكل بلد. في بنغلاديش وباكستان وغيرهما من الأماكن، وحمى كل أحمدي من كل شر، وحفظ العالم أيضا من النار التي يقع فيها ويسعى بسرعة كبيرة للدخول فيها، اللهم ارحم، إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فإذا توجهوا نحو الإصلاح الآن أيضاً، فإن الله تعالى يستطيع أن يخرج هؤلاء الناس من مصائبهم، نسأل الله أن يمنحهم العقل والفكر الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، ولا أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أن محمداً عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ واللسان ويتخذ القربان. وينهى عن الفحشاء والمنكر والوغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر